السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في التمرين رقم 10 من سلسلة تمارين المعلم في المستوى. إذا نبدأ بقراءة معطيات التمرين. إذا OSG معلم متعامد منظم في المستوى. نعتبر النقط A B C و D بإحداثيتها. النقطة D إحداثية ديالها ما كنعرفهاش، مجهولة. السؤال الأول، أنشئ النقط A و B و C. السؤال الثاني، حدد إحداثية المتجهة B ثم أحسب المسافة B. السؤال رقم 3، أحسب X و Y بحيث يكون الرباعي ABCD متوازي الأضلاع. X و Y هما إحداثيتي النقطة D. إذا نبدأ بالسؤال الأول، إنشاء النقط A و B و C. إذا النقطة A إحداثيتها 3 و 1، إذا 3 كأفصول، إذا 3 نقطة 3 و 1 كأرسل، يعني تقاطع ديال النقطة A ستكون في هذا المكان. النقطة B الإحداثية ديالها ناقص 1 ناقص 2، إذا ناقص 1 كأفصول وناقص 2 كأرسل، يعني تقاطع سيكون في هذا المكان. والنقطة C 0 1، أي هذه النقطة تنتمي إلى محور الأراتيد لأن الأصول ديالها كيساوي لنا صفر، وبالتالي فغتكون هذا المكان هذا. السؤال الثاني، أحسب إحداثيتي المتجهة AB. إذا انطلاقا من إحداثيتي النقطتين A و B سنقوم بحساب إحداثيتي المتجهة AB. إذا إحداثيتي المتجهة AB هما XB ناقص XA، YB ناقص YA. إذن نقوم بالتعويض، XB أي ناقص 1 ناقص 3 و YB هي ناقص 2 أي ناقص 2 ناقص 1، وبالتالي إحداثيتي المتجهة AB عندنا ناقص 1 ناقص 3 تساوي ناقص 4، ناقص 2 ناقص 1 تساوي ناقص 3. السؤال الموالي، أحسب المسافة AB. إذا قمنا بحساب إحداثيتي المتجهة، وبالتالي فالمسافة AB تساوي الجذر ديال الأفصول ديال المتجهة AB مربع، إذا ناقص 4 مربع، زائد الأرطوب ديال المتجهة AB أي مربع الأرطوب اللي هو ناقص 3 أس 2. إذا ناقص 4 أس 2 الأس قلنا ملي كيكون عدد زوجي دائما الإشارة كتكون موجبة، إذا ناقص 4 أس 2 راه هي 4 أس 2، و 4 أس 2 زائد كذلك 3 أس 2، إذا 4 أس 2 16، 3 أس 2 9، إذن المجموع هو جذر 25 أي تساوي 5. الآن حساب X و Y بحيث الرباعي ABCD متوازي الأضلاع. إذن متى نقول بأن رباعي ABCD متوازي الأضلاع؟ إذن ABCD متوازي الأضلاع إذا كان AB المتجهة AB تساوي المتجهة DC، متجهتان لهما نفس المنظم نفس الاتجاه ونفس المنحة. إذن ABCD متوازي أضلاع، يعني أن المتجهة AB تساوي المتجهة DC. إذن ممكن نكتب دي سي تساوي ا بي. اذا غنحسبوا احداثيتي المتجهه ا بي، ولصق لينا باش لقينا الاحداثيه ديالها في السؤال السابق اللي هي ناقص 4 ناقص 3. وغادي نحسبوا احداثيتي المتجهه دي سي اللي هي اكس سي ناقص دي. اذا اكس سي اللي هي 0 0 ناقص دي أي ناقص إكس دي
و اكس سي ناقص و ايغريك دي ناقص او ايغريك سي ناقص ايغريك دي. اذا ايغريك سي راهي جوج ناقص ايغريك دي. إذن A B تساوي D C ماذا يعني؟ يعني أن الأفصول إذن ناقص X D يعني الأفصول ديال المتجهة D C يساوي أفصول المتجهة A D. إذن ناقص X D يساوي ناقص 4 و 2 ناقص Y D تساوي ناقص 3. أي اذا حنا عندنا ناقص اكس دي هنا غادي نضرب في ناقص واحد في طرفي المعادله. اذا غترجع عندي اكس دي ناقص واحد في اكس في ناقص اكس دي هي اكس دي وناقص واحد في ناقص اربعه هي اربعه. في المعادله الثانيه عندنا ناقص اكس دي اثنان غنديها في الطرف الثاني غترجع ناقص اثنان. اذا ناقص ثلاثه ناقص اثنان. اذا اي اكس دي تساوي 4 وناقص اكس دي تساوي ناقص 5 وبالتالي اكس دي 4 ناقص اكس دي غادي نضرب في ناقص باش نحيد هاد الناقص اللي عندي هنا غنضرب في ناقص 1 اذا غترجع اكس دي تساوي العدد 5. اذا هادو هما احداثيتي النقطه دي.